حبيتها. جنون جنون دي جامده جدا جدا. انا مش مقتنعه بادائي. يعني النهارده غنت احلى من المره اللي فاتت. انا بكيت ونفسي اتقطع ف ما كان في صوت. شعور ما بين وسط. لو بتفكري ما بين دول فيرست تشويس الاغنيه ما خدمتها ابدا. أيوه. اليوم يعني انا لالي صاروا واضحين صراحه. ترى انا اول ما طلعت بالاوديشن انبهرت فيك بحضورك وبشكلك وحتى باللي اديتيه على المسرح، بس مع الوقت صراحه فرجيتيني اقل من ما انا متوقعه. شو كرم، انت صوتك حلو وعندك طاقات كثير كبيره، بس هيدا الشيء ما كفاني. سلوى انت بعدك صغيره، سو هيدا الشيء بخليني انا افكر كذا مره اذا بتكوني معي ولا لا. انتوا ما رح فيكم تكفوا معنا، بعتذر منكم. سلوى رح تكفي معنا. انا فرحانه كثير لانه كنت باغا هادشي بزاف. حبيبه ما بعرف، يعني المفروض الواحد يتطور. انا بحس يعني مش يرجع لورا. برهان عم تغني بطريقه ما فيها روح، عم بتضلك زعلانه كل الوقت، وهيدا الشيء للمتلقي شغله منا منيحه ابدا. رح كون شوي صارمه، يعني رح اقول لك انه ما رح تكفي معنا. وحبيبه كمان رح تكفي معنا للمرحله. انت نجحتي؟ اه. امال في ايه؟ مبروك. اسمع، انا امبارح ما عجبتيني كثير، لانه قلت لك انا كنت حاصره حالك بقالب شيرين، واليوم صراحه عملتي لي شك، صدمتيني. مريم، بتصور الاغنيه اللي اختاروها يمكن قدوها احسن منك، ما بفتكر اديتيها مثل ما لازم صراحه. انا توقعت منك اكثر من هيك. رح تنتقلوا معي للمرحله الثانيه. قلت لك ميرسي. خففي بكي. بلش معك زينب، انا ما شفتك استفدتي من ولا نصيحه اخذتيها. ايمان، اليوم انا ما صدقت شو عم بسمع. بيكون قرار صعب عليكم وصعب علي، بس النتيجه الافضل اللي رح يبقى. ايمان سوري، رح اقول لك انك رح تكملي معنا للمرحله الثانيه.